السلام عليكم. حي علاوي، حيهم هلا بالشباب. سادس ابتدائي للكم حصتكم، والله للكم حصتكم ما انساكم. بس خلنا نكمل المنهج الثالث. شكرا شكرا، يا هلا بالشباب وعليكم السلام ورحمة الله. الأول متوسط، ما عندي لكم شيء. سادس، مو اليوم السادس، بعد وقت. حي مرتضى، يا انشاء أقرأ. برية بلد وصف صديق، برنامج تلفزيوني. هلا وهلا بالشباب، حياهم. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع منو؟ نبدي منو؟ ركزوا وياي. يلا حبيب انت، كفو يا عمري، تسلم. قطعة خارجية، ايه قبل الامتحان ان شاء الله نشرح. ايه الشرح للدور الثاني؟ بعد 10 ايام تهون، 10 ايام وننجح ان شاء الله. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي موضوع اسمه الردود على تفضيلات الآخرين. بس شوف الخط مش، خلونا نعمق. الردود على تفضيلات الآخرين هذا مهم، يعني جاي وزاري هواي. على تفضيلات الآخرين هذا اسم الموضوع. الأخيرين، الآخرين. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم. يا إنشاء أقرأ، مو قلت لك برية بلد. هذا الموضوع ركزوا وياي، شلون نميزه؟ وين يجي؟ يجي بالسؤال الثاني. يلا خلنا نبدأ. فرع أي، يا الله بسم الله. السؤال الثاني فرع أي، نميزه من شنو؟ نميزه انه بيه فراغين. الموضوع الوحيد اللي بيه فراغين بالثالث متوسط. I like، شوف يعني انت هسه هاي الجملة، خلينا نستخدم الاسود على مود يميل. I like، هاي الجملة يقول لك انا احب. اوكي، شو تحب؟ فور اكزامبل كاتب لك I like tennis، يقول لك انا احب التنس. بعدها راح يجيب لك فارزة، شوف الفارزة، فارزة سفلية. Do you، أنت أيضا. Do you، فراغ. بعد الفراغ عندك كلمة I prefer، prefer أنا أفضل، وفراغ آخر. هسه ايش صار عندك؟ صار عندك فراغ أول وفراغ ثاني، فراغ أول وفراغ ثاني. زين، المنطوق مال السؤال شنو؟ complete. شنو معنى complete؟ اكمل، معناها اكمل. complete the preference، اكمل التفضيل، اكمل التفضيل. complete the preference. هسه هذا شكل السؤال، شكله نميزه شلون؟ بفراغين، فراغ اول وفراغ ثاني. هذا الفراغ الاول وهذا الفراغ الثاني. شنو اكتب بالفراغ الاول وشنو اكتب بالفراغ الثاني؟ ركزوا وياي حتى سيطر على هذا الموضوع. الملاحظة الأولى أنه الفراغ الأول، الفراغ الأول منو يعرف؟ بالفراغ الأول نضع منو؟ نضع I don't. بالفراغ الأول شو نخلي؟ I don't، تمام؟ بالفراغ الأول نخلي I don't. زين، المشكلة بالفراغ الثاني شباب. الفراغ الثاني ركزوا وياي، الفراغ الثاني حسب نوع السؤال. عندنا نوعين من السؤال. هسه شوف مكتوب complete the preference، اكمل التفضيل. انت من شفت كاتب لك اكمل التفضيل، معناها انت بهذا الموضوع اللي هو الردود على تفضيلات الاخرين، الردود على تفضيلات الاخرين. اذا موجود عندك كلمه use، استخدم، راح تلاقي كلمة بعدها، مثلا كلمة فوتبول، كلمة فوتبول.
يعني ايش صار عندك؟ يقول لك اكمل التفضيل استخدم منه، استخدم فوتبول. اذا موجود كلمة فوتبول، الفراغ الثاني نضع الكلمة التي بعد يوز، نضع الكلمة التي بعد منه، بعد يوز اللي هي منه فوتبول. فانت تجي على هذا السؤال، هذا السؤال اذا جاوب وش راح اكتب بالفراغ الاول؟ مو عندي فراغ اول، اكتب I don't، هاي بالفراغ الاول. بالفراغ الثاني ايش نكتب؟ هو ايش كاتب لي بعد يوز؟ كاتب لي كلمة فوتبول، جي ثاني يوم كتبت فوتبول، هاي بالفراغ الثاني. سؤال بسيط. اذا عندي كلمة يوز، الفراغ الاول ثابت دائما تخلي I don't، بس اذا عندي كلمة يوز نخلي الكلمة اللي بعد يوز بالفراغ الثاني. زين، اذا ما عندي كلمة يوز، يعني مثلا جايب لي السؤال على هذا الشكل، I like red، انا احب الاحمر. Do you، انت ايضا، فراغ، I prefer، فراغ. هالمرة كاتب لي complete، هذا منطوق السؤال، the preference فقط بدون use، بدون use the preference، اكمل التفضيل بدون use هيك. فبهاي الحالة ما عندي use حتى اجيب الكلمة اللي موجودة بعد use. احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا انه بالفراغ الاول، هاي بالفراغ الاول نضع الكلمة I don't بالفراغ الاول، بالفراغ الثاني نضع الكلمة التي بعد يوز. المشكلة بهذا السؤال أنا ما عندي يوز، عندي فراغين صح، بس شنو؟ ما عندي يوز، ايش راح أسوي؟ زين، نجي على الفراغ الأول بدون تفكير، نكتب I don't، هاي خلصنا منها I don't، الفراغ الأول دائما تخلي بيه I don't. زين، بالفراغ الثاني شنو؟ الفراغ الثاني أجيب كلمة من نفس نوع الشيء اللي هو يفضله، يعني إذا ما عند عدم وجود كلمة يوز، عند عدم وجود كلمة يوز، عند عدم وجود كلمة يوز نضع في الفراغ الثاني، نضع في الفراغ الثاني منه كلمة، ركزوا يعني، من نفس نوع الكلمة التي بعد لايك. شنو معنى هذا الكلام؟ أنا أجي على الكلمة اللي بعد لايك، منو هي؟ ريد. الريد شنو؟ لون. ما زال هو جاي يفضل لون، أنا أفضل لون بس غير اللون اللي هو انطاني إياه، من نفس النوع. أوكي، هو يفضل الأحمر، أنا أفضل بلاك الأسود، هو يفضل الأزرق، أنا أفضل الأخضر. فإذا موجود يوز تخلي بعد القوس شنو؟ بعد بالفراغ الثاني الكلمة الموجودة بعد يوز. إذا ما موجود يوز، شوف هو شي يحب، مثلا يقول لك I like tense، هو هالمرة شي يحب، يحب التنس. زين، أيضا do you، وفراغ أول، و I prefer، وفراغ ثاني. زين، أنت شو تسوي؟ بالفراغ الأول تكتب لي I don't، هاي ثابتة I don't. بالفراغ الثاني هو شي يحب، يحب رياضة، منو هاي الرياضة؟ التنس. انت هم تجيب رياضة بس ما تجيب التنس، مثلا تجيب فوتبول، وعلى هذا الاساس. فبالفراغ الاول دائما I don't، بالفراغ الثاني اذا موجود use تخلي الكلمة الموجودة بعد use، اذا ما موجود use تجيب كلمة من عندك، بس منين شلون تجيبها؟ تشبه هذا النوع، اذا هو يحب رياضة انت هم تجيب رياضة، إذا يحب لون مثلا ريد أنت هم جيب لون بس غير لون، وعلى هذا الأساس. نشوف المثال اللي موجود بهذا الموضوع، شوف شي يقول لي هذا وزاري، I like green، شي يحب؟ يحب الأخضر، I like green. زين، do you، أنت أيضا، فراغ أول، فراغ ثاني. أنا ياك اتفقنا بالفراغ الأول، أول شي نشوف موجود يوز ما موجود يوز، اذا لازم اجيب كلمه من عندي. بالفراغ الاول شو اتفقنا؟ نضع كلمه I don't، نحفظها، يلا يا ولد I don't، حفظناها I don't، هاي بالفراغ الاول. بالفراغ الثاني شو نجيب؟ نجيب كلمه من نفس النوع،
اللي هو يفضله. وين لقيها بعد كلمة لايك؟ شنو لقيت؟ لقيت كلمة أخضر. أخضر بالإنجليزي لون، اللي هو اللون الأخضر green. زين، فأنا هم أجيب لون بس مو نفس اللون، مثلا أجيب بلو أزرق أو أجيب ريد، أهم شيء لون. يعني ما يصير يقول لك أنا أحب اللون الأخضر تجي تقول له أني لا أني أفضل الكرة القدم، مو يم السالفة. فالصح شنو؟ إذا هو يفضل لون، أنت هم لازم شو تفضل؟ تفضل لون ريد بلو بلاك أي لون. شوف المثال الثاني، إيش كاتب لي؟ كاتب لي I like swimming، أنا أحب منه السباحة. زين، do you، الفراغ الأول بدون تفكير شو اتفقنا؟ نضع كلمة I don't. خلنا نصغر القلم شوي على مود يكون أوضح. I don't. زين، هاي بالفراغ الأول. بالفراغ الثاني، بالفراغ الثاني شنو؟ نشوف إذا موجود use ما عندنا مشكلة. ها موجود use، بما أنه موجود use بالفراغ الثاني نجيب الكلمة اللي موجودة بعد use. منو هي؟ عندي tense، جيت نزلت نفسي، هذا إذا موجود عندي use. أما إذا ما موجود عندي يوز أجيب كلمة من عندي، بس إني أنا أعرفه أشوف هو شي يفضل أنا أجيب من نفس النوع. شوف يعني إيش كاتب لي، I like eating fish، أنا أحب منه، أحب منه أكل السمك، أكل السمك. زين، بالفراغ الأول I don't ثابتة، بالفراغ درجة، هو علي درجتين ذا السؤال، هاي درجة. الدرجة الثانية وين؟ زين، بالفراغ الثاني أشوف موجود يوز؟ إيه موجود، ما زال موجود يوز أنزل الكلمة اللي موجودة بعد يوز. منو هي؟ كلمة chicken، فجيت أنا كتبتها chicken. يقول لك أنا أحب أكل السمك، أنت قلت له أنا لا أنا أفضل الدجاج. شوف المثال الآخر، I like playing football، أنا أحب لعب كرة القدم. أسوي شي يفضل كرة القدم. أنت أيضا قلت له لا I don't، لا يعني أنا لا، هذه I don't أنا لا، أنا أفضل قلت له أنا أفضل شو أفضل؟ آج موجود عندي use؟ إيه نعم موجود، ما زال موجود اليوز أنزل الكلمة اللي موجودة بعد يوز بالفراغ الثاني. إيش موجود؟ تنس، نزل نفسه وخلصنا. درجتين بتجيب وانت عايش يا أخوي، درجتين بتجيب. فهين إذا موجود عندك يوز تنزل الكلمة الموجودة بعد يوز، ما موجود عندك يوز أنت تروح تشوف هو شي يفضل. إذا يفضل لون مثل ما جانا بهذا المثال، أنت هم تروح تجيب لون. إذا يفضل مثلا شيء آخر، مثلا يفضل رياضة، أنت هم تروح تجيب رياضة، بس مو نفس الكلمة، مو تقول له أنا هم أحب الأخضر، لأن أنت من قلت له I don't قلت له أنا لا، يعني أني لا، هيك بالعربي، بالعربي العراقي واحد يقول لك تحب الأخضر تقول له أني لا، أنا أحب فلان لون، تغير عاد اللون هيك. زين، هذا مثال آخر. يلا شباب يلا عليكم هذا المثال، عليكم I like tennis، عليكم بالتعليقات يا ولد وجزاك يا أخوي. I like tennis، أنا أحب التنس. Do you؟ بالفراغ الأول أنا راح أجاوب I don't، بالفراغ الأول I don't منتهين منها. بالفراغ الثاني عندي use، وشوف الكلمة اللي بعد use شنو، شو أسوي بالفراغ الثاني؟ يلا شباب بالفراغ الثاني شنو ننزل؟ يلا حلوين، شكرا القائد، شكرا على الدعم يا اخو. فوتبول، جود فيري جود، جود فيري جود، عافيه المدريدي. شوف بالفراغ الثاني نزلت كلمه فوتبول، ليش؟ لان هو كاتب لي استخدم كلمه فوتبول، فانا ايش استخدم؟ استخدم كلمه فوتبول. زين، عافيه الابطال. نشوف المثال الثاني، شوف وسام لايكس منو؟ كامبينج. هنا يقول لي disagree، شنو disagree؟ ارفض، هو انا جاي ارفض، من اقول له I don't يعني جاي اسوي جاي ارفض. This preference، واستخدم surfing. زين، انا ايش قلت له؟ قال لي do you، شوف المثال هو كاتب لي do you. فراغ اول فراغ ثاني، انت من شفت فراغ اول وفراغ ثاني ايش راح تسوي؟ راح تكتب بالفراغ الاول منو؟ I don't. قلت لك الموضوع الوحيد بالثالث متوسط اللي بيه هو هذا الموضوع I don't بالفراغ الأول. بالفراغ الثاني الكلمة الموجودة بعد use، الكلمة الموجودة بعد use نزلت نفسها. زين، هذا الموضوع إن شاء الله درجتين بتجيب، مهم مهم حيل مهم. زين، نروح
على موضوع التعاريف، موضوع تافه ما يسمى حتى موضوع، وبدرجتي بعون الله يجي ان شاء الله يجي، ادعي لكم يجي، موضوع تافه يعني صراحه ولا يسمى موضوع. بس شنو بعد هاي، شنو التعاريف؟ انت اول شيء لازم تعرف، انت لازم تعرف شنو، شو والله لحظه، ما اعرف استاذ جاسم ما شفت تعليقك ترى، بس شفت التعليق الاخير كاتب لي سالتك. ممكن تعليق اخر والله ما شفته. اريد هاي الملزمه نزلتها بالتليجرام يا اخوي. هسه نسد التعليقات يا ولد، اخر موضوع ونسد التعليقات. هسه بعدين من يبدي الجد. حيو اواس احبك ما يا عمري، شكرا 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 يوسف، شكرا، كفو يا اخوي كفو على الدعم. انشاء الانجليزي مرشح دور ثاني، بريه بلد، بريه بلد مهمات، ووصف صديق، برنامج تلفزيوني على هذا الاساس. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا موضوع التعاريف، هو اسمه تعريف المهن، تعريف المهن، يعني هذا موضوع قواعد، يعني مو تعاريف الحفظ، لا تعريف المهن. خلونا نعمق الخط، تعريف المهن زين، نكتبه بالعربي. شنو الكلمة اللي تدل على التعريف؟ أنت شلون تعرفه؟ أول شيء وين يجي؟ يجي بالسؤال، مرة واحدة جاب السؤال الثاني فرع بي، هسه أقول لك شلون؟ بالسؤال الثاني فرع أي، يعني حفظنا الأسئلة والله من وراكم، حفظنا الأسئلة من وراكم يعني صحيح. الدليل مالك كلمة ديفاين، هاي الكلمة اللي قدامك، ديفاين معناها عرف، هاي الكلمة اللي قدامك ديفاين شنو معناها؟ عرف. يا الله، جيت على هذا السؤال، إيش كاتب لي؟ كاتب لي ديفاين زين، عرف، اوكي شو عرف؟ وراها ديفاين ا دكتور، عرف الدكتور زين. هل انا لازم حافظ تعريف الدكتور؟ لا، خذها مني. شلون؟ يكتب لك بين قوسين هيك بهذا الشكل، يوز استخدم، اوكي شو استخدم استاذ؟ تريت سيك او اسيك او ذا سيك بيبل، sick people زين. هسه ايش صار عندي؟ صار عندي قوس وكلمه وجمله قبل القوس، شلون اجاوب على هيش تعريف او على هيش موضوع؟ بدايه القاعده تقول نجيب اسم المهنه، اسم منه؟ المهنه. بعد اسم المهنه نجيب عباره من عندنا، هاي حفظ خلنا نحفظها انا وانتم، مهم هذا الموضوع والله مهم، بس ركزوا وياي، يعني المواضيع ما اجت، ما اجت بالدور الاول، ركز عليها. نجيب من عندنا هاي العباره، is someone who، is someone who. هسه صار عندي اسم المهنه اجيبه، هسه ما اعرف اسم المهنه وين، و someone who زائد جمله الاقواس، وخلنا نقول ما بعد يوز، الجمله التي بعد منه يوز، الجملة التي بعد يوز زين. جينا نشتغل على هاي الجملة، أنا منين أجيب اسم المهنة؟ حتى ندليك عليهم واحد واحد. وين ألقي اسم المهنة؟ هذا المخطط يقول لك بعد كلمة ديفاين، وين ألقي؟ بعد كلمة ديفاين. هو جاي يقول لي عرف، شو عرف؟ الدكتور. فأنا إذا ما أعرف اسم المهنة، مثلاً ما أعرف إنه كلمة دكتور هي 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 المهنة، أنت ما تعرف لهالدرجة واصل، هاي الكلمة ديفاين معناها أعرف، فبعدها مباشرة راح تلقي اسم المهنة هذا، بعد هذا بعد الديفاين تلقي منه اسم المهنة زين. تجيب اسم المهنة وتخلي له منه is someone who، راح نجاوب أنا وأنت. اسم المهنة وينه؟ A، نزلت الـ A، define نزلتها، لا سوري يا ديفاين، دكتور نزلتها، هاي اسم المهنه نزلتها. هسه خلصنا من اسم المهنه، شو اجيب؟ از سم ون هو، از سم ون هو، حلو.
الجملة التي بعد يوز. وين اليوز؟ هاي اليوز. أجيب الجملة بس تدير بالك من نقطة معينة. أول فعل، أول كلمة بالجملة، إذا ما بيها إس حط لها إس. أول كلمة بالجملة اللي بعد يوز إذا ما بيها إس شو تسوي؟ ضيف لها إس. فهو كاتب لي تريت، هذه آر تريت هيج، أنا إيش ضفت له من عندي؟ إس وكملت الجملة. Sick people. زين. Sick people. نقطة. خلصنا. هذا كل ما في الموضوع. استاذ السؤال كل مرة يجي يوز. والله يمكن مرة ما جاي اليوز من عندهم. شوف هذا. عرف الدكتور. فأنت لازم تعرف إنه هو اللي يعالج الناس المرضى. بس بهاي. أما بالطبيعي دائما يجيبون معاه الدليل ماله. شوف. هي كاتب لي ديفاين، شنو ديفاين؟ عرف يا باشا، عرف ميكانيكي، الميكانيكي. زين شو استخدم؟ ريبير كارز، ريبير كارز. تعالوا انا وانت نجاوب على هذا السؤال. راح نقول ديفاين، ليش نجاوب وين؟ تعالوا هنا، اسرع لي واسرع لك. تعال، هذا اسم المهنه، وين اخليه؟ اخليه بالبدايه. زين الـ is someone who نزلته، is someone who نزلته. بعد إذا تلاحظ كلمة repair هاي بها S ما بها S، إيش ضفت لها أنا بالحل؟ ضفت لها S. كل ما في الأمر. فأنت أي سؤال يجيك طبيعي جدا. هاي قلت لكم من جه اختيارات، كاتب لي أفيت، أفيت اللي هو البيطري، من جه اختيارات كاتب لي أفيت. Is تخيل is someone فراغ which لو who لو مثلا whose. احنا ايش متفقين انا وانتو؟ ال is someone ايش يجي وراها؟ ال is someone ايش يجي وراها؟ جيد، is someone who، فانا اختار لها منو؟ هو. موضوع التعريف يجي وراها السمون. شوف السمون هو. زين ديفاين انيرس، هذا سؤال عليكم، عليكم انتم تجاوبونه. يلا يلا الشطار، ديفاين انيرس، عرف الممرضة. يوز، حضر نفسك هسه انت تكتب انيرس السمون هو، لازم تجهز انيرس someone who. زين nurse is مثلا helps a sick people. يلا يلا، من الشاطر اللي اول واحد يجاوب هذا السؤال؟ define a nurse use help a sick people. ايه العراقي يصير هو الشخص الذي، ايه طبيعي جدا. دفعة 24 ترشحون انشاءات انجليزي كل سنة، ايه الرشح ان شاء الله. حيل حي سجاد، عرفتك حبيبي، حياك. القائد يقول a nurse is، ماكو is، طارت درجة. someone who helps sick people، جملتك ناقصة، عندكم اخطاء يا ولو، عندكم اخطاء. يلا وياكم نجيب اسم المهنه، وين نلقيه؟ بعد كلمه ديفاين. من هو؟ انيرس. اول حرف بالجمله دائما شنو شباب؟ كابيتال. انيرس نزلته طبيعي. زين انيرس، والله يمكن هي تنكتب، انا يمكن لا يصح. لا لا صحيح، لا والله مو صحيح. انيرس هيج الاي بالاخير، انيرس. نجي نجيب منه، نجيب عباره از، هاي من عندي الاز لا تنسونها، سم وان هو، هاي العباره حفظ، از سم وان هو، از سم وان هو. حلو، ايش عندي؟ الجمله اللي بعد يوز اجي اجيبها. الجمله اللي بعد يوز لا تنسى انه اول فعل بعد يوز لازم تضيف له از،
هم بالطبيعي مرات يجيبون الايس اذا موجود ما لك شغل به، بس اذا ما موجود انت تضيف هيربس اسك بيبل، هيربس اسك بيبل ايزي السمون هو هيربس اسك بيبل. عاشت اياتكم، عاشت الايادي ابطال. زين هذا الموضوع خلصنا منه، صار عندنا درجتين بالجيب، درجتين بالجيب. اخذوا سكرين للقاعده يا ولد، اخذوا سكرين تفيدكم قبل الامتحان، وانت بالاشتراك تراجعها. اخذوا سكرين للقاعده، صمتنا لغتنا. ان شاء الله اساس ابتدائي ما ناسيكم، ما ناسيكم شباب، ما ناسيكم والله، ما ناسيكم، بس والله مضغوط علي هواي. يا الله يا سد التعاليق، ابشر ابشر هسه سد التعاليق. ايش وقت السادس ابتدائي؟ نشوف باكر بعد باكر ان شاء الله، بس يصير لي مجال انزل لكم قناه التليجرام. جست سنفورة، شكرا شكرا. زين هسه شو نسوي؟ نشرح لكم موضوع حلو. هو صراحة 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 مو حلو. الصراحة صراحة يعني أنا متعودين مني على الصراحة، أنتم مو الصراحة صراحة. هو موضوع صعب، اللي هو منه اللي هو المبني للمجهول. والله يا ولدي ريت تركيز، وأنا خليته اليوم ليش؟ لان يعني صراحة عندي وقت شوي عبر ال 11، اقدر عبر ال 11 اليوم، نقدر نبقى ال 12. بس للامانة اذا فهمت لي هذا الموضوع هسه انا بعد ما اخاف عليك. يعني هذا الموضوع اللي يفهمه بعد ما عنده مشكلة بالانجليزي. الباسيف. فاريد تركيز، طلاب الموجودين ثالث متوسط دور للنجاح، هذا الموضوع مهم. هاي اولا. ثانيا الموضوع بصعوبة ويحتاج تركيز. لا تعتبر البث مال ونسة، البث مال دراسة. فإذا أنت مركز وياي وتريد تنجح فعلا، والله أنصحك راح أسد التعليقات تنتبه وتركز معي على كل حرف أقول، وراح أحاول أعيد كل جملة مرتين، مو على مود شيء بس على مود خاف النت ضعيف عند واحد من الناس ويقطع عنده. زين الله حيوبنا البصرة يقول صعدني واشرح لك. والله كف، والله يا أبا كف، صعدني واشرح لك. لا عاد احنا شبينا، بس قول لي شبينا. يلا سد التعليقات شباب، نبدأ بسم الله. الباسف، أول شيء نتعرف على الباسف. انطيني من وقتك شوي قبل نشوف النجارة، انطيني من وقتك شوي. الباسف شنو؟ الباسف يعني مبني للمجهول. شنو معنى مبني للمجهول؟ المبني للمجهول فاعله مجهول. احنا عندنا جملتين، جملة مبنية للمجهول وجملة مبنية للمعلوم. زين هسه اذا قلت لك نظفه بالعربي، بالعربي اترك الانجليزي، نظفه علي، هسه نظفه علي الغرفه، منو اللي نظفه؟ علي. زين اذا قلت لك الغرفه نظفت، الغرفه ايش بيها؟ نظفت، منو اللي نظفها هسه؟ ما تعرف. هو هذا المبني المجهول، انه فاعل الجمله ما نعرف، فاعل الجمله ما نعرف. فاذا كانت الجمله فاعلها موجود هذه مبنيه للمعلوم، اذا كانت الجمله فاعلها غير موجود ما معلوم هذه مبنيه للمجهول. مثلا يستخرج النفط من باطن الارض، منو يستخرجه؟ ما ندري. اي بلد؟ ما ندري. حلو. فاذا من اقول لك مبنيه للمجهول؟ انه فاعلها مجهول. زين بالانجليزي اللي اريدك تفهمه من ثالث متوسط شنو؟ انت ثالث متوسط مو سادس اعدادي، انت يجيك السؤال على شكل اختيارات، يمكن مره لو مرتين جاي على شكل شو اسمه، على شكل يعني تصحيح. انا راح افهمك اياه بهاي الطريقه. زين ايش راح اقول لك انا؟ راح اقول لك يا عيني هذه قاعده المبني للمجهول.
احنا مو اتفقنا المبني المجهول ما بيفاعل ايش راح يكون به؟ راح يكون به بالبدايه شيء نسميه انا وانت المفعول به، واهل اللغه يسمونه نائب فاعل. احنا شدنا بالبدايه المفعول به، زين اكبر لك الخطب القاعده على مود ما تنساها. بالبدايه شدنا عندنا المفعول به، هذا اول واحد ركز لي هنا. بعد المفعول به عندك شيء نسميه فعل مساعد. شنو من فعل؟ فعل مساعد. حلو. بعد الفعل المساعد وهذا اهم ما موجود عندنا الباست بارتيسيبل اللي هو منه التصريف الثالث. زين شي يفيدني هذا الكلام استاذ؟ وضح لي. هنا انت عندك مفعول به، خلنا نسميه يعني خلنا نقول اسم، اسم مهما كان اسم مفعول به. بعد وش تحتاج؟ تحتاج فعل مساعد حصرا. كم فعل مساعد عندك بالثالث متوسط؟ كم فعل مساعد عندك بالثالث متوسط بخصوص المبني المجهول؟ شوف راح اسوي لك اياهم على شكل جدول، ركز وياي. هذا المبني المجهول، يجيك فعل اما was واما where. الفعل المساعد منه اما was واما where. هسه انت طالب ثالث، اسالك سؤال، الوز مع منه؟ مع المفرد. والوير مع منه؟ مع الجمع. اتمنى لحد الان واضح. الوز مع منه؟ مع المفرد. والوير مع منه؟ مع الجمع. هاي اول مفعول به، يعني يريد منه لو وصل وير. النوع الثاني عندك الثالث متوسط، يريد لو از للمفرد، لو ار للجمع. لحد الان تمام. النوع الثالث راح اصغر شويه بالخط على مود يكمل، يريد لو هاز بين، هاي واحد، لو هاف بين، هاف بين، هذه مفرد، الجهه هاي كلها مفرد، الجهه هاي كلها مفرد. زين بقى عندي منو الرابع؟ هذول الاربعه عندك انت. الكان، الكان فعل مساعد بالمبني المجهول تصير منه، بس ركز لي ايش قد راح تجيك هاي، كان بي. والمايت، المايت ايضا تصير مايت بي. ركز لي على هذول اثنين مهمات. زين استاذ هسه اذا جاني وصله وير انا شو اختار؟ وشنو الصح؟ زين اهم نقطه انه ذي الافعال المساعده ما راح تجيك كلها، زين ما راح تجيك كلها، راح تجيك منوع. انت عندك ثلاث اختيارات. وبالاخير لا تنسى انه احنا متفقين انه جملة المبني المجهول ايش بيها؟ تصريف ثالث. تصريف ثالث. زين. انطيك اختيار قدامك والقاعدة قدامك. تقدر تجاوب عليها. تقدر تجاوب عليها ويا المساعدة اللي راح اقدم لك اياها. راح انطيك مثال، كاتب لك كروبس. شنو هاي؟ كروبس. قوس. ار grow. ركزوا وياي. و are grown. و grown. زين هذول ثلاث اختيارات، يا الاختيار الصح بنظرك اختاريت مو؟ خلنا نشوف انا وانت، انا شلون اجاوب؟ هسه خلنا نقول انا ما اعرف، استاذ علمني شلون اجاوب. بس خلص ثبت الشاحنه يا ولدي. تجي لي على منو؟ تجي لي على المفعول به هذا، وتشوفه مفرد لو جمع. ايش طلع عندك؟ طلع عندك جمع، صح؟ صح جمع. هسه الجمع متفقين انا وانت انه لازم عندك منو؟ فعل مساعد. ما زال انا وياك اتفقنا انه اكو فعل مساعد، منو اللي خطا بذي الجمله؟ اكو اختيار ما بفعل مساعد، منو؟ الجرام. بفعل مساعد؟ ما بفعل مساعد، اذا هذا الاختيار خطا. حلو. الجروبس اثنين ما يريدون ار. هذا جمع، يريد الار ويريد الار. يا هو الصح. انا صح الار صح، اوكي الار صح. بس انا وياك متفقين انه بعدها لازم شنو؟ تصريف ثالث.
ياخذ التصريف الثالث الجرول او الجراون. الجرول او الجراون. الجراون. ايش صار عندي؟ انه انا لازم الفعل المفعول به الاول مفرد لو جمع هو اللي يحدد ايش وراه من فعل مساعد. اوكي انا حددت الفعل المساعد حسب المفعول به مفرد از هذول. قلت لك ايش قلت لك انا؟ قلت لك هذول الجهه هاي راح اخلي لك اياها باللون الاخضر مميز. الاخضر مميز الاز هذول كلهم ايش بيهم دول؟ هذول كلهم مع المفرد مفعولهم لازم ايش يكون؟ يكون مفرد. هذول مفرد وجمع. الاخيرات الاخيرات دول مفرد وجمع مفرد وجمع. زين هسه نسوي سؤال انا وانت. هسه ما نعرف احنا المثال الوزاري ما نعرف هذا شكله سنيكس. سنيكس اتمين افاعي بها اس. كاتب لي كان ركز لي فوند وكان بي فايند وكان بي فوند. انا وانت نختار. اوكي سنيكس جمع والكان ترهم لهم كلهم ترهم للمفرد وترهم للجمع. هاي الاختيارات واحد اثنين ثلاث. الاولى احنا شو اتفقنا؟ الكان لازم يشبيها لازم بيها بي صح؟ هاي بيها بي هاي خطأ ما بيها بي ما زال ما بيها بي خطأ. اوكي خلصنا منها نروح لدول اثنين. هاي بيها بي وهاي بيها بي ياها الصح. الصح اللي بيها تصريف ثالث يا ولد ياها التصريف الثالث. الفايند لو الفوند الفوند هو التصريف الثالث. خلاص على هذا الأساس أنا أجاوب. مثال آخر بعد كاتب لك كوتون. منو الكوتون؟ قطن. and sugar والسكر. قبل لا أكمل دول جمع لو مفرد؟ اثنين جمع لو مفرد. الإنجليزي ما بيه مثنى لو جمع لو مفرد ما بيه مجال. إذن دول جمع. زين كاتب لي cotton and sugar. الاختيارات منو؟ كاتب لي is ground is ground تصريف ثالث وكاتب لي are ground أيضا تصريف ثالث. أوكي وكاتب لي بالاختيار الأخير خلنا نكتبه هنا كاتب لي ground. هسه كلهم تصريف ثالث منو اللي يخليني أحدد؟ قلت لك أول ما تجي للمفعول به جمع لو مفرد حددناه أنا وإنت قبل شوية ما زال بيناتهم كلمة and يعني اثنين يعني جمع. زين نبدأ نطير الخطأ. الإز ترهم للجمع ما ترهم خطأ. الجراون بها فعل مساعد ما بها خطأ. الآر جراون بها فعل مساعد وبها تصريف ثالث أوكي بها. الآر يرهم للجمع إيه نعم إذا هذا صح. يمي يمي تعال أنا وإنت وين نروح؟ تعال نروح للأسئلة ال 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 الكذا. هو وين المبني المجهول؟ تعال هذا المبني المجهول. يلا يابا تعال الاختيارات. قبل لا أرجع الاختيارات تعالوا شوفوا لي هذا المفعول به. أنا مد شوية الشاشة رأس عندك خربطة. هذا المفعول به جمع لو مفرد؟ جمع لو مفرد ماي والت مفرد. زين ما زال مفرد عرفت. تعال شوف الاختيارات. هسه نجي للاختيار الاخير بي فعل مساعد ما بي خطا. هذا بي فعل مساعد بس ايش بي؟ اي ان جي هاي تصريف ثالث خطا. هذا بي فعل مساعد وتصريف ثالث اذا هذا صح. شوف لي هاي الاختيارات الاربعه الثلاث العفو هاي اللي قدامك الثانيه. كان فيند بيها بي الكان لازم ايش بيها شباب؟ لازم بي اذا هاي خطا. بيها بي اي نعم بيها بي بس بيها تصريف ثالث لا ما بيها خطا. بي وتصريف ثالث اذا هاي صح. مو قلت لك بتجيب جراون بيها تصريف ثالث اي بيها. بيها فعل مساعد لا خطا لازم فعل مساعد وتصريف ثالث والفعل المساعد لازم يكون مناسب. زين عندي از جراون وار جراون بهيج حاله اعتمد على منه؟ هذا فعل مساعد وتصريف ثالث وهذا فعل مساعد وتصريف ثالث اعتمد على منه؟ اعتمد على الفاعل. ايش جا عندي؟ كروبس. شبي جمع. الجمع شنو؟ إزلو آر آر.
اتحداك ما افتهمت زين. شفت شلون جاوب على هذا الاساس؟ يلا انسكرن سكرن يلا السكرين يعني حفظ يا ولد، مو بس سكرين بالموبايل، الموبايل ما يحتاجه، انت اللي تحتاجه بالامتحان. يلا هذا القاعده اذا حفظتها انت ناجح، مو يعني ناجح بس عليها العلاقه يعني، بس يعني الدرجتين مع المبني المجهول، هاي القاعده مع المبني المجهول. اذا انا اعتمد على منو؟ اعتمد على المفعول به. اعتمد على المفعول به، المفعول به لازم شنو؟ لازم يحدد لي الفعل المساعد المناسب. بعد ما حددت الفعل المساعد المناسب اتاكد انه بعد الفعل المساعد لازم شكو. يا ولد ما ادري ليش احس صار شكل وجه، جاي تلاحظون والله شكل واحد ما ادري ايش لابس، يشمر ما اعرف شنو. هاي جايز زين. لازم بالاخير عندنا شنو؟ تصريف ثالث بالاخير، لازم تصريف ثالث. هسه لو تجي بس هاي الرسمة ايه بالاخير لازم تصريف ثالث. وصلت؟ هسه عاد نفتح التعليقات ونشوف شلون جاي تغلطون بالكردي. المبني المجهول صراحة موضوع مزعج يعني. هاي يابا ايش قلت لكم؟ هيا به ايزي استاذ كفو محمد ماركي، عليكم السلام صلاح ياسر حياك ايزي مشكور يا هلا. بس عيدوا والله ما اقدر اعيدوا والله تعبان، بس ايش راح اسوي؟ راح انزل لك اياه بالتليجرام، لا باليوتيوب. حلو شرحك، شكرا 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 شكرا، اقسم بالله ايزي كفو ايزي ونص كل شيء مريد، بس ننجح تنجحون بعون الله. ماكم إن لا بصرة ولا بغداد، واحد عراق حبيبي. اجيت متأخر والله العظيم. راح انزله باليوتيوب، القناة اسمها الأستاذ نكتر حسن، نفس الفيديو هذا راح انزله. حبيب الغوالي تدللون. عاشت ايدك، يقول أقوى سعال، قدها ونص حيدر، كفو حيدر. قدها يا ولد، اف الشرطية شرحتها البارحة واليوم انزلها باليوتيوب إن شاء الله. ايزي علاوي كفو، عافية الشباب، عافية الشباب. شدوا الهمة. هي شيء اريدكم. يلا جابوا لي هذا السؤال، خل اختار لكم سؤال منه. زولوا هيك زولوا زولوا، لا تباوعون، خل اختار لكم سؤال لحظه لا تباوع. يقول يلا هذا المثال عليكم. يلا جماعة الإيزي، جماعة الكفو، جماعة القدر، يعني مو بس الريس السوالف، الريس صح، الريس جد. شو يقول؟ يلا شو يقول؟ يقول his leg، يعني راح أترجم لكم إياها أنتم خطية. يقول لك his leg، شوف دائما أول حرف كابيتال، خاف أني أنسى، ذكرني. his leg يعني شنو؟ قدمه. هسه جمع لو مفرد ما أدري، أنت تعرف. القوس الأول was breaking حلو، والثانية broke، والثالثة was broken. يلا يمكم، يلا يا بيمكم السؤال مع الثالث متوسط. يلا يا عيال، was breaking broke was broken. رهف أم حسوني، هذا المعروف اسمه سوسو. حسوني، لا حسوني، حسوني خطأ، خطأ، حسوني حسوني. جماعة الأحياء وينكم؟ was broken good was broken good. الثالثة جيد جدا. شلون عرفنا؟ جينا على المفعول به حددناه. ستقول لي استاذك مفعول به بداية الجملة، خصوصا إذا واحد تو جاب بداية البدء. إيه هذا إحنا بالمبني المجهول مفعول به بالبداية، مفرد لو جمع حددناه مفرد. جينا على هاي الأولى، إحنا متفقين عندي لازم القاعدة شو تقول؟ لازم مفعول به ثم فعل مساعد اوكي زائد تصريف ثالث، لازم هاي تخليها ببالك زين. جيت انا ايش لقيت؟ لقيت المفعول به بدايه الجمله الحمد لله، ولقيته مفرد، لقيت فعل مساعد يرهم علي واز
بس المشكلة هذا ING مو تصريف ثالث، إذن هذا خطأ. جيت على الفعل الثاني ما لقيت به فعل مساعد، إذن خطأ. لقيت فعل مساعد وتصريف ثالث، إذن هذا هو الصح. أي لازم موجودات بالجملة. عباس يقول ألف رحمة على والديك، ووالديك يا أخوي ما سوينا غير الواجب. إن شاء الله يا رب بالتوفيق للجميع. ودائما أنا إيش أقول أسا شباب، حتى ما أخرب عليكم الفيديو، الفيديو راح يصير طويل باليوتيوب، راح أسد البث، بس نتواجه إن شاء الله يوم غدا، يوم غدا إن شاء الله نكمل مواضيع الثالث متوسط. بس بالأخير شو نقول؟ نقول أنت شنو؟ أنت شنو؟ أنت شنو؟ قدها، كفو يا القدها والله. هذا يجي بالسؤال الثاني فرع بي بالاختيارات. عافية الأبطال، شدوا الهمة وإحنا قدها إن شاء الله. وللي ما يعرفون أنا منزل جدول مع الدراسة اللي هو شنو؟ لازم تحفظ أسا تريد تنجح 50 توصيلات نزلها بالملزمة كاملة. هذه توصيلات إث، توصيلات وتعاريف واملاء، هاي كلها موجوده باليوتيوب قناتي. وتنقيط، شرح التنقيط بالتفصيل. شباب انصحكم تشوفون فيديو التنقيط، انصحكم نصيحه لله، فيديو التنقيط الخمس درجات لا تروح منك. لا تقول لي بسيط، والله راح تلاقي معلومات اول مره تسمعها، والله راح تلاقي متاكد يعني. توصيلات، تعاريف، املاء، تنقيط، هذول عليهم ايش قد؟ عليهم 25 درجه، زائد الانشاء، الانشاء علي ايش قد؟ 15 درجة. منو الانشاءات المهمة؟ بلد بتجيب ان شاء الله، برية، مهمة، هذول اثنين بعدهم بالاهمية، وصف وتي في، هذول ثلاث اربعة صاروا مهمات. يعني تروح على الامتحان الوزاري، اذا حافظ لي دول اللي قدامك تروح على الامتحان الوزاري شنو؟ عندك 40 درجة بجيبك، 40 درجة. المبني المجهول درجتين قبل شوية، وردود على تفضيلات الآخرين درجتين، كريم والغزالة 6 درجات، القطع الخارجية 15 درجة، أنت مسيطر عندك 75 درجة. ما أقول لك عندك 75 مضمونات، ولكن إذا درست لل 75 ال 50 بتجيب، بس إذا درست لل 50 ال 30 بتجيب، والله يبعدكم عن ال 30 وأنتم قدها إن شاء الله. تعبتوا وقضيتوا سنينكم تدرسون على مود هاي اللحظة، ارفعوا رؤوس أهلكم ولا تخيبونا، املنا بيكم وننتظر منكم الخير وانتم قدها. وباكر ان شاء الله نكمل، وهسه الفيديو هذا راح انزل لكم باليوتيوب، والله يوفق الجميع. كافي كافي، هذا ايش تريدون؟ هذول كلهم موجودات بالتلي يا ولد، بالتلي موجودات. بيش الساعة؟ بالعشرة إن شاء الله، بالعشرة إن شاء الله، بالعشرة البث مع الباشر بالعشرة. استاذ الاستفتاء البتلي، شبيه الاستفتاء؟ كل يوم بث؟ إيه إن شاء الله، منا للامتحانات كل يوم بث. حكومة، حي الحكومة. بالليل، إيه نعم بالليل اروح الامتحان وانا مغمض. كفو كفو والله، عافيه. القطعه الخارجيه قبل الامتحان بيومين، هيك يوم نشرحها على مود ما تنسونها. توصيلات موجودات بالتليجرام يا ولد، هاي قناه التليجرام NTK93، قناه التليجرام هاي NTK93، هاي التليجرام. المنصة ماكو طريقة لحفظ الإنشاء، لازم تحفظه. شوف بس عفولي، هاي أستاذ أنا ما أقدر. ماكو ما تقدر، يعني أنت واقف مستقبلك على 6 أسطر، بس قل لي واقف مستقبلك كله، حياتك كلها، وظيفتك ووظيفة أطفالك ورفعت راسلك، موقفها على 6 أسطر، شنو ما تقدر؟ إيش بيك؟ بيك خلل؟ والله ما بيك كل شيء. دي خلنا نعطيك فد شيء آخر، خلنا أقول لك هذا الإنشاء إذا حفظته نعطيك 100، تشوف الصبح ما تجي حافظه؟ والله تقدر، بس لا تتحجج، لا تتحجج.
قهرتي ضوجني هذا. مريوم السادس الابتدائي ما انساكم والله، راح اسوي لكم بث بس اصبروا لي. القصص المهمه كريم والغزاله والبروفيسور، هذول 10 درجات ان شاء الله. بس كريم والغزاله، بس كريم والغزاله هذول عليهم 6 درجات بالجير. هاي يا ولد ما خلتونا لا نسد البث حتى ما يخرب الفيديو مال المبني المجهول. ضليتوا بس تسألون. اوكي صديق وحياة برية والإنشاء الخامس والستوري تايم، هو الستوري تايم كريم والغزالة. اوكي راح ارد عليك بالخاص اخوي، ترى انا ارد على الكل، اي واحد عنده سؤال انا ارد عليه ما عندي مشكلة. الف هلا بالكل، نعطيكم موضوع هيجي مال درجتين على الطاير. هاي الكلمة من يعرف معناها؟ يلا من يعرف معنى هاي الكلمة؟ باليوتيوب تلقيها ولد، من يعرف معنى هاي الكلمة؟ يلا طلاب الدور الثاني، شكرا الوردة الحمراء، شكرا على الوردة الحمراء، اثنينكم وردة بوردة. شنو معنى هاي الكلمة؟ عافية، الاعتذار. هاي الكلمة apologize معناها شنو؟ معناها الاعتذار. هاي من نشوفها بداية الجملة جاي يقول لك اعتذر، جاي يقول لك شنو؟ اعتذر. زين سؤال مباشرة، سؤال لأن ما بي أصلا قاعدة. شو يقول لك؟ يقول لك apologize، خط يبين، خلنا نعمق لكم الخط. ايش كاتب لي؟ apologize اعتذر to your teacher، اعتذر لمعلمك أو مدرسك for being late. شوف بالطبيعي احنا من نعتذر شو نقول؟ نقول I'm sorry. زين تقدر، لأن موجود كلمة late بالسؤال، لأن موجود كلمة، تقدر تقول to be late، I'm sorry to be late، يعني أنا آسف لكوني متأخرا، أنا آسف لكوني متأخرا، يصير حلو. وهذا الأصح، إذا شفنا بالسؤال كلمة late المفروض نقول to be late، إذا ما شفنا بالسؤال كلمة late نقول بس I'm sorry. حلو، فمن هذا منو هم تعتذر أنا أصلا همت إيش مدريني، من تشوف منو apologize، من تشوف كلمة apologize الاعتذار. فأنا من أشوف كلمة apologize يعني جاي يقول لي اعتذر، جيت عليه قلت له I'm sorry، لحد الآن تمام. زين إذا هو كاتب لي I'm sorry بالسؤال، إذا هو كاتب لي I'm sorry إيش راح أسوي؟ إذا جاك بالسؤال كلمة I'm sorry راح يعطيك جملة طويلة، بين قوسين هين راح يكتب لك respond. شنو معنى respond؟ معناها يا عيني أنا جاي أعتذر لك، رد، رد، لازم أنت ترد. لا مو طريقة ثانية، جاي يقول إذا شفنا بالسؤال apologize إحنا نقول I'm sorry، إذا شفنا بالسؤال I'm sorry إحنا شو نقول؟ الرد. شو الرد؟ شنو الرد؟ واحد قال لك أعتذر شو تقول له؟ شو تقول له؟ تخيل درجتين يا ولد، تقول له that is okay، that's okay، that's okay، خلصت. فإذا إيش صار عندي؟ صار عندي طريقتين. إذا قال لي apologize هاي الكلمة أسرع أكتب لك إياها بس دلائل apologize وإن شاء الله ما طولها متر، شو تقول له؟ تقول له I'm sorry. من تشوف كلمة apologize أنت تعتذر، وشو تقول؟ تقول I'm sorry. زين هذا السؤال، إذا شفت بالسؤال مكتوب I'm sorry، أصلا بالسؤال مكتوب I'm sorry، زين بهاي الحالة راح تلقي بنهاية القوس كلمة respond اللي معناها شنو؟ رد. شنو معناها الرسبوند؟ رد. شلون ترد؟ تقول له that's بالمختصر أو that is، اثنينهم صح، that is okay. وهذا كل ما في الموضوع، درجتين بتجيب.
اوكي. فاذا شفنا ابولوجايز احنا نعتذر نقول ام سوري، اذا شفنا كلمه ام سوري احنا نرد ونقول ذاتس اوكي، ذاتس اوكي، ذاتس اوكي. سو ايش بقى عندنا بالمواضيع الانجليزي؟ الاعتذار. شوف طلاب الجدد اللي ما يعرفون قناتي بس دهن فوق الفيديوهات اكو قوائم تشغيل، قوائم تشغيل مكتوب سادس ابتدائي تعلم قراءه من الصفر سادس اعدادي، اكو قناه اسمها ثالث متوسط شارح لك بيها القواعد، كل قاعده تقريبا دقيقه يعني متفه لك الموضوع مسوي لك اياه هيك بسيط غصبا عنه، حاول تضرب لك فره بهاي القائمه زين، اضرب لك فره بهاي القائمه. يلا هسه نشوفكم على خير، بالتوفيق للجميع. احاول اروح انزل الفيديو هذا لان تعرفون يتاخر لما يحمل من ال من ال وين موجود؟ موجود بالقوائم التشغيل، موجوده بالثالث باليوتيوب وموجوده بالتيك توك باثنين، بالتيك توك هاي القناه اللي قدامك وباليوتيوب الاستاذ نكتر حسن، باليوتيوب الاستاذ نكتر حسن. كفو حمودي شكرا زين. يلا يعني نتواجه، مع السلامه يا به. مع السلامة، هلا بالشباب، يلا باي 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 باي.